1907 للتنين للجمعة 12 نص نهار بتوقيت بيروت وبإعادة 10 المساء بتوقيت بيروت معنا نحن كشافة الاستقلال فوج مردومي ترومي على راديو تموز. رح نحكي عن باج منويزيه اللي بيحصل عليه الولد بعد ما يعمل سريق إبروفات. أول إبروف لازم يعرف العدة الخاصة بالخشب وكيف يستعملها. تاني إبروف لازم يعمل مبل صغير مثل تابوري أو بورتابي أو إتاجير للمقر أو للفرقة تبعه أو لبيته. تالت إبروف لازم يرجع يزبط غرض قديم أو لعبة من خشب. رابع إبروف لازم دايماً يكون معه بس يجي على الاجتماعات علبة العدة الخاصة بالموت أو بالفرقة تبعه، ولازم يعرف كيف يستعمل هالعدة لما ينزعها. وآخر إبروف لازم يكون راح النجار وشاف كيف بيشتغل بالخشب ويعمل رابور أورال للشيف عن شغل النجار، وبهالطريقة بيحصل على باج المنويزية. مرسي لأستماعكم، كنتوا اليوم مع أصدقائي روميا. 1907 من التنين للجمعة 12 نص نهار بتوقيت بيروت وبإعادة 10 المساء بتوقيت بيروت معنا نحن كشافة الاستقلال فوج مردومي ترومي على راديو تموز.